أنا شفت حالي ميتة. كان في 30 دقيقة هي اللي بتفصل بين الحياة والموت. أنا بأي لحظة فيي ولد وأنا كورونا. نتعذب كتير للإقدام. أنا باخد 2 units every month. أنا بمجرد ما عرفت إنه الصليب الأحمر جاي حسيت بالأمان. صرت حاسة حالي ما عم فكر بوجع، بدي أسمع أولادي عم بيبكوا بس يخلقوا وفي حدا عم بيشتغل معي. لما وصل الصليب الأحمر أنا كان قلبي واقف. اضطروا كرمال ضيق الوقت إنه يسكروا كل الطرقات من زحلي على بيروت كلها. أنا متت، أنا عشولي قلبي مرة واثنين وآخر وحدة مشي قلبي. الصليب الأحمر فات على البيت وولدوني بكل احترافية. بلا الصليب الأحمر أكيد بتكون حياتي أصعب كتير. ما كان في حدا غير الصليب الأحمر يقدر يعمل اللي انعمل بوقتها. كل عمري بضل أولى لو منه كنت متت. الصليب الأحمر هو قلب لبنان.